اسعد الله مساءكم بكل خير في كل مكان. طبعا انت تقولي يا نوني دي متحدديش اوله نصه واخره، يا جماعه ما اقولك معناته ان انا بجيب لكم مسبقا، فانا مش لازم اقعد اقول من كذا لكذا، انا بدي تسبيق علشان تلحق الطاقه تشتغل معاكم وينطبق عليكم من القراءه اكبر قدر يعني ما يكون. تمام، فقراءة النهاردة لبرج الجوزاء إن شاء الله. أتمنى من حضراتكم التفاعل حبايب قلبي برج الجوزاء. طبعا أنا يعني أنتم بصراحة كفيتوا ووفيتم، لكن عشان فيكوا أكبر وأكبر يعني، ربنا يخليكوا ليا كده ويديكوا على قد ما نيتكم الطيبة الطاهرة النظيفة، لأن بصراحة برج الجوزاء عانى وقاسى كتير جدا جدا جدا، يعني يمكن أكبر قدر من الأبراج اللي وقع عليه ظلم وقاسية هو برج الجوزاء. ربنا ينصركم ويفرحكم جميعا. مش هطول عليكم حبايب قلبي، يلا كده نشوف ايه اللي منتظرك يا برج الجوزاء الفترة القادمة. طيب صلوا على حبيب، صلوا على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليك رسول الله. برج الجوزاء عندكم واحدة لون بشرتها حنطية، خلوا بالكم منها يا مواليد برج الجوزاء، انتبهوا منها جدا جدا جدا، وممكن تكون من طاقة مائية، ممكن تكون من طاقة مائية، انتبه من السيدة ديت لأنها بيعمل لك حاجات سلبية كتير، فتح عينك أوي أوي الفترة الجاية، الفترة الجاية لأنها سبب المشاكل عندك يا برج الجوزاء، لأنها سبب برود العلاقة والفتور والمشاكل اللي بينك وبينك الشريك بتاعك، هي السيدة ديت يعني من طاقة مائية. برج الجوزاء بسبب الست دي او المرأة دي ممكن تكون نهيت علاقة، يا اما هتنهي علاقة، يعني هتتخذ قرار انهاء علاقة يا برج الجوزاء، علاقة فاشلة يا جماعة، في علاقة فاشلة، مش بعمم الكلام، المنفصلين عندهم نسبة رجوع وتوافق ان شاء الله كبيرة جدا عندكم يا برج الجوزاء. لكن انا بتكلم اول حاجة عندي ظهرت لي عن العلاقة الثلاثية، لان في طرف ثالث عندكم طالع لي، سيدة طرف ثالث بتسبب لك مشاكل يا برج الجوزاء، قد اتسببت في يعني في انفصال، او انت هتاخد قرار الانفصال. عندك طاقة مائية وطاقة نارية والله اعلم، فيها مشاكل فيها معاناة، يعني برج الجوزاء يعني عندكم كمان علاقة سلبية، دي علاقة سلبية بالنسبة ليكم يا برج الجوزاء، طبعا مش لكم كلكم لانكم عانيتوا فيها كتير البعض منكم وصبرتم وتحملتم. شايفاكم يا برج الجوزاء بتتاخد قرار حاسم بخصوص العلاقة دي، ان انت تبعد، تبدأ من جديد، عندك بدايات مشرقة في حياتكم لابتعادك عن هذا الشخص الغير مناسب ليك، ده بخصوص العلاقة الثلاثية أو العلاقة اللي فيها تدخلات، إذا ما كانت خيانة فهناك تدخلات من شخص يتسبب لكم في المشاكل عندكم يا برج الجوزاء، في طرف ثالث، في قلب مكسور عندكم يا برج الجوزاء، ان شاء الله يتحسن الوضع عندكم باذن واحد احد. طيب برج الجوزاء عندكم فريقين، في منكم هينهي علاقه ويبتعد، وفي منكم المنفصلين اللي عندهم رجوع، في فريقين، نسبة الرجوع والتوافق عندكم يا برج الجوزاء بسم الله ما شاء الله قوية جدا جدا. انت بتقولي ايه يا نودي؟ لكن خلي بالكم حذروا من الاعداء، سواء الاعداء عندكم سيدات ورجال، لو ما كانوش مثلا يعني في ناس يعني واقفه في طريقكم كده تعراقيل كعقبه، ممكن يكون عندكم اعتراض عائلي على علاقه، ممكن في اعتراض عندكم من سيده ورجل، ممكن من اسركم يا برج الجوزاء، يعني ممكن حد من اهلك يعني مش من طرفك او من طرف الشريك معترضين على الارتباط، لان كتير منكم يا برج الجوزاء بتعانوا من موضوع الاعتراض عن ارتباط او جواز او علاقه عندكم يا برج الجوزاء، ده واضح لي على فكره بكثره. بص يا برج الجوزاء، اتمسك بالشريك بتاعك
وتمسك برأيك وبقرارك، وإن شاء الله في حظوظ عندكم للارتباط، لكن لازم يا برج الجوزاء تاخد قرار قوي وتمسك برأيك. عندكم مواجهة حادة جدا جدا يا برج الجوزاء، عندك مواجهة مع شخص، وبعد المواجهة دي فيها كتير توضيحات وفيها كلام كتير، وان شاء الله وفي ناس كتير ضد علاقتكم يا برج الجوزاء. انتوا كتير بتعانوا من الامر ده بصراحه، سواء من العائله او يعني من طرف الشريك، من عيلته برضو يعني نفس النظام، في شخص من طرف الشريك، يعني في طاقه سلبيه، في طاقه حسد كمان يا برج الجوزاء عندكم حول العلاقه دي بالذات انت مع الشريك يا برج الجوزاء. العين قويه جدا عليكم بصراحه، وعندكم طاقه سحر. في شخص بيعمل لكم اسحار للتفريق بينكم في بعض العلاقات، مش بعمم يا جماعه، بعض العلاقات اللي فيها طرف ثالث عندكم اسحار، انتبههم لانها بتجذب الشريك، خصوصا امراه من يعني واضحه هي ابراج ناريه وابراج برضو مائيه. خلي بالكم يا برج الجوزاء، خلي بال انتبههم من الطاقتين دول، المائيه والناريه، مركزه عليهم والله اعلم. عموما قراءتكم يا برج الجوزاء فيها تحذيرات كتير جدا، لكن فيها اشياء تفرح بسم الله ما شاء الله. انكم محظوظين يا برج الجوزاء في الفتره دي باذن واحد احد، عندكم عجله الحظ، عجله الحظ يا برج الجوزاء في العاطفه وفي العمل وفي المال، يعني بسم الله ما شاء الله في الدراسة وفي العائلة كمان، في عندكم استقرار. انتم محظوظين يا برج الجوزاء الفترة دي بإذن واحد أحد، هتلاقي الحظ واقف جنبكم في كتير من مواقف، وفي حلول لبعض المشاكل العالقة، في بداية جديدة عندكم يا برج الجوزاء. دي أهم حاجة على فكرة، أهم حاجة عندكم انفراجات وبيبان متفتحة كتير يا برج الجوزاء، سواء الابتداء عن علاقة فاشلة، سواء خروج رجوع، يعني سواء كده، لان عندكم في رجوع وفي بينهم خلاص علاقه قديمه، يعني عجله الحظ معاك اشراقه جديده في حياتك يا برج الجوزاء، رغم ان انت يا برج الجوزاء كتير محسود، خصوصا اذا كان شريكك من برج ناري او هوائي يا برج الجوزاء. العين عليكم قويه جدا جدا جدا، العلاقه دي اكتر ناس معرضين للحسد مع برج الجوزاء. برج الجوزاء بالنسبة للعاطفة، ممكن يا برج الجوزاء عندكم علاقة جواز او ارتباط، ممكن يعني تواجههم اعتراض في من الناحية دي، او خطوبة او ترسم علاقة انت والشريك، يعني مثلا مصممين على الارتباط ومتمسكين ببعض، او انتوا قررتم او هتقرروا ترسيم علاقه، لكن هتجدوا بعض الاعتراض من اشخاص محيطه بيكم، من الاسره عندك او عنده، ان شاء الله يتغير الوضع، رغم ان في اعتراضات، لكن في امراه تدعمك يا برج الجوزاء، ممكن واحده بتساعدك في الموضوع ده، تدعمكم في الموضوع ده ان شاء الله. كمان حبايب العازبين عندكم بدايه جديده موفقه مع شخص مناسب الفتره دي، اختار يعني لو انت هترتبط من شخص برج ترابي او هوائي يكون افضل يا برج الجوزاء، لان دي اكتر الابراج المتوافقة معاك الفترة الجاية دي ان شاء الله. ممكن يجي لكم عروض جديدة يا برج الجوزاء، او شخص جديد يتقرب منكم او معجب بيك، وانت في نفس النظام يا برج الجوزاء، هيجيلكم رسالة، هيجيلكم رسالة يا برج الجوزاء من شخص بعيد، أو حتى ممكن في مجال العمل عندكم هيجيلك جواب عمل، أو أنت مقدم على عمل، ده هيفرحكم جدا جدا. الرسالة دي يعني هتجيلك فجأة، هتجيلك زي مفاجأة يا برج الجوزاء. كمان فيها يعني خبر أو أخبار سارة حلوة مفرحة، بسم الله ما شاء الله عليكم يا برج الجوزاء. انت عندكم خوف، انتوا خايفين من حاجه يا برج الجوزاء، مترددين من حاجه،
خايفين من ردة فعل احد الاشخاص عن قراراتك، او انت تاخد خطوة جديدة وتلاقي اعتراض او تلاقي تأجيل او تأخير او عقبة في طريقك يا برج الجوزاء. في عندك تخوف من شيء يا برج الجوزاء، بتفكر كتير وحامل هم موضوع عندك. ان شاء الله باذن الله خير عليكم يا برج الجوزاء، سبحان مغير الاحوال من حال لاحسن حال. ان شاء الله في توقعاتكم القادمه بيبان حاجات اكتر. ده يعني بالنسبه للمال والعمل، عندكم وضعكم مستقر في موضوع شركه او مشروع صغير هتعمله يا برج الجوزاء، او شراكه مع بعض الاشخاص بينك وبين شخص بتفكر فيها كتير شاغله بالكم. لكن انت بتقول انت يعني بتفكر امتى هتنفذ او امتى هتخطط، او انت بتخطط حاليا امتى بقى هتنفذ دي، واخد وقت كتير يعني لسه يا برج الجوزاء ما خدتش خطوه. شايفه في تحدي ليك، حد بيتحداك في عملك، في حد واقف لك تحدي في العمل بتاعك. استمر في طريقكم يا برج الجوزاء، اتجاهل اللي حوالين منك عشان تنجح. اتجاهل اي استفزاز حوالين منك يا برج الجوزاء، اي شخص يحاول يستفزك يحاولوا يفشلكم. بدايه بسم الله ما شاء الله، يعني فنجانكم جميل جدا جدا، لان عندكم عجله الحظ برغم ان فيه شويه بعض التحفظات وبعض يعني الاسحار والطاقه السلبيه وما شابه ذلك، لكن ان شاء الله ربنا بينجيكم منها ويطلعكم منها على خير. ومع تحياتي ليكم يا برج الجوزاء، والسلام عليكم ورحمه الله.